عبد الكبير العلوي السليماني المدرب ديال الفريق اولمبيك مراكش. اليوم اولمبيك مراكش ضرب وجه الحسن، ولكن للاسف خرج من هزيمه المباراه. كيفاش شفتيها انت تقنيا وشنو هما الاسباب اللي ربما في نظرك ما خلاش الاولمبيك يفوز اليوم؟ واول من الناحيه انا اللي نفرح اليوم من الناحيه كان ديال الايقاع كان مستوى عالي، من الناحيه التكتيكيه كنا مزيانين، يعني عرفنا كيفاش نخلصوا من القوه ديال الفريق الكوكب المراكشي. يعني تسجلت علينا اصابه، حنا بعدا اولا جاونا فرص يعني حقيقيين، مع الاسف الخبره اللاعبين اللي جاتهم عندهم جاهم فرص ماشي ما عندهمش خبره، مع الوقت غادي تولي عندهم خبره، ما عندهمش خبره، هذيك تتبغي اللاعب يكون عنده خبره. يعني ثلاثه او اربعه ديال الفرص جاتهم هما فرصه سجلوها. درنا التعادل في واحد الوقيته مزيانه ديال اخر ديال الشوط الاول، دخلنا شدينا المباراه بين لاعبين، يعني سجلوا علينا، يعني سجلوا علينا كره اللي لعاب ديالنا كان طيح وقفوا الدراري تيتسناو واش غادي يتعالج، هما لعبوها بالزربه ما ماركاو ما كاينش مشكل، ولكن جاهم تعطات لهم بيناتي، مع ان ما نقول الاربيت صاف بيناتي، صاف كاين لاعبين جانا بيناتي تحنا باين، يعني كانت هذيك هي النقطه التحول بالنسبه لينا حنا. خاص في الاخير كنا في المستوى العيني، بقينا لاعبين في واحد الريتم تاع صفر الحكم، يمكن لكم تشوفوا مع الاسف. مع الاسف الوضع ديال الاولمبيك دابا سي علاء، الوضع هو الوضع من نهار جيت، واني الوضع نهار جيت يعني حنا دابا حاولنا حتى نصوبوا فريق، وانتم شفتوا في ثلاثه ديال المباريات شوفوا كيفاش، يعني ما كملش شهر ديال 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 ديال, ديال, ديال باش كنت مع الاولمبيك، يعني كاين تحسن انتم لاحظتوا من جميع النواحي، تنبقاو خصنا ديما نبقاو عندنا الامل في هذه المباريات الباقيه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا شريف.